بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي، في هذه الحلقة 19 من الإضاءات الرمضانية على قناة هبة بريس، فرصة التعلم والتعليم في رمضان، بمعنى أن هذا الشهر شهر عظيم، فرصة لنترقى فيه ونتعلم ونزداد علما في هذا الشهر الكريم. بمعنى هذا الشهر هذا فيه أوقات وفيه يعني فراغات، من أحسن ما أملأ به الفراغ العلم والتعلم. نتعلم أول حاجة، نتعلم أمور تتعلق بديننا، والله تعالى قال لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال لنا الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن بمعنى أنك ما حدك تترقى في طلب العلم وكتمشي في الطريق ديال العلم فأنت في طريق الجنة، فما أجود وما أعظم أن تجمع ما بين طلب العلم مع الصيام في رمضان، أن يجمع الله لك بين خيرين عظيمين، خير ديال طلب العلم اللي هو طريق الجنة، والخير ديال الصيام اللي هو باب من أبواب الترقي إلى باب الريان اللي هو باب أيضا من أبواب الجنة. فلا بد الإنسان يتعلم، ما تبقاش المعلومات اللي عندك هذا العام هما المعلومات اللي عندك العام الجاي، والمعلومات اللي عندك العام الجاي هما المعلومات اللي عندك العام الآخر، تبقى دائما في واحد الدرجة وفي واحد الوتيرة. والعلم إذا ما زدتيه شرعت ينقص، العلم إذا لم تزده يعني نقص. فلا بد نديروا واحد أوقات نقراو من الكتب الحمد لله اللي نتعلموا فيها، راه شحال نقصنا في الامور اللي كتعلق يعني بالصلاه ديالنا، شحال من حاجه خاصنا في الامور اللي كتعلق بالصيام ديالنا، شحال من حاجه نقصنا في الامور اللي كتعلق بالزكاه ديالنا، شحال من حاجه نقصنا في الامور ديال المعاملات والامور ديال الاخلاق والامور ديال الاسره. فهذا الشيء كله الحمد لله موجود يعني في الكتب، نقراو ونقراو الحمد لله القصص ديال الصالحين والقصص ديال الائمه والقصص ديال العلماء والقصص ديال الصحابه والقصص ديال الانبياء والقصص ديال القران الكريم. فهذا الشيء كله فيه يعني واحد الفوائد عظيمه اللي كتجعلنا يعني نترباو ونترقاو. فالمقصود ان تزداد علما، ومن اعظم ما تزداد به علما هو كلام الله عز وجل، وسبقينا تكلمنا على قراءه القران، وكذلك حفظ القران. يكون عندي واحد المنسوب ديال حفظ القران في السنه، راه ماشي بعيد يعني انك ممكن تختم القران الكريم. انا كنعرف واحد عدد ديال الناس في ظرف سنتين ثلاث سنوات ختموا حفظ القران الكريم، بعد ما كبروا في السن وداروا اوقات قالوا خصنا نتعلموا كتاب الله، تيدير واحد الساعه في اليوم او نصف ساعه في اليوم ويحفظ جزءا من كتاب الله ولو نصف ثمن، وهكذا مع الاستمراريه والدوام يحفظ الانسان كلام الله ويحفظ ما تيسر من احاديث رسول الله ويتعلم ويعلم. اذا الحلقه القادمه غنتكلموا على التعليم، كما انني اتعلم ينبغي ان اعلم غيري لنكون جميعا من اهل العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.